مستر هشام في فيديو جديد باذن الله. النهارده هنتكلم هاو تو رايت ا باراجراف، هاو تو رايت باراجراف، كيف نكتب فقره، كيف نكتب موضوع تعبير مصغر. طبعا في اللغه الانجليزيه زي اللغه العربيه بالظبط، بنكتب في العربي تعبير وفي الانجليزي بنكتب باراجراف فقره او موضوع تعبير او اسي صغير، اسي يعني مقال. فالباراجراف بيختلف، ممكن الباراجراف يجيب لك كلمه واحده وتتكلم عن الموضوع ده سهل، يعني مثلا رايت ا باراجراف اوف مثلا 10 سنتنس اباوت سكول، اكتب باراجراف عن المدرسه، لايبرري المكتبه، زو حديقه الحيوانات، ذا بيراميدز الاهرامات، فوتبول كره قدم. هنا اداك الموضوع وانت بتكتب جمل زي ما هو مطلوب منك، 5 جمل، 8 جمل، 10 جمل، 4 جمل، فاداك الحريه المطلقه في كتابه الموضوع. يعني مثلا فوتبول اقول اي لايك فوتبول فيري ماتش، انا بحب كره القدم كثيرا. ات از ا بوبلر سبورت، لعبه مشهوره. اول بيبول لايك سبورت، كل الناس بتحب الرياضه. All people like playing footballs، كل الناس بتحب لعب كرة القدم. يبقى هنا اداني حرية ومساحة بكتب الجملة اللي عاوزها. افرض اتكلم عن الاهرامات، اقول there are 3 pyramids in Giza، هناك 3 اهرامات في الجيزة. there are خوفو، خفرع، منقرة. there are great، ده شيء عظيم. يبقى هنا اداني الحرية والمساحة اكتب الموضوع اللي عاوزه. افضل عن مدرسة سكول، اقول I like school very much، انا بحب مدرسة كبيرة جدا كتير جدا. It is big، مدرسة مساحة كبيرة. There are a lot of مثلا classrooms، هناك كثير من الفصول. There is مثلا playground is very big، هناك ملعب كبير. يبقى هنا برضو اديني مساحة اكتب اللي انا عاوزه. بعد كده ممكن الموضوع دوت يجيب لي فيه ايدياز، افكار، والايدياز بعمل عليها جمل. وساعات برضو الباراجراف يجيب لي كلمات، يعني مثلا بيراميدز يقول لك لاست ويك، الاسبوع اللي فات. بس، اتوبيس، فريندز، اصدقائي، ان ذا ايفنينج. يبقى ده 4 5 كلمات وانت بتكون عليهم جمل. يعني مثلا ايه لاست ويك I went to the pyramids، الأسبوع اللي فات ذهبت الأهرامات. I went with my friends، رحت مع أصدقائي. We had a nice time، قضينا وقت جميل. We went by bus، رحنا بالباص. We played and enjoyed the weather، إحنا قعدنا واستمتعنا بالطقس والهواء. يبقى هنا بديك برضو افكار وانت بتكتب عليها، فامثله على الوايت بورد. وان شاء الله الفيديو يعجبكم وباذن الله يتم المشاركه عليه. هاو تو رايت ا باراجراف، كيف تكتب فقره، يعني رايت ا باراجراف اوف 7 سنتنس، اكتب 7 جمل عن افيزيت تو بيراميدز، زياره الاهرامات. قلت من شويه ممكن يجيب لك كلمات لاست فرايداي، الجمعه اللي فاتت، فريندز، اصدقاء، باص، اتوبيس، توك، فوتوز، نلتقط صور، ميت تورستس، قابلنا سياح، هابي سعداء. يبقى اداك باراجراف وعليه مجموعه كلمات، ومن خلال الكلمات انت بتكون جمل. يبقى كده لازم يبقى عندك حصيله من الكلمات. ممكن يجيب طريقه ثانيه، يجيب لك اسئله، يقول لك مثلا بدل ما اجيب الكلمات دي العباره ديت، يقول لك وين ديد يو جو، متى ذهبت، وير ديد يو جو، اين رحت، When did you return؟ رجعت امتى؟ Who go with you؟ مين راح معاك؟ How did you spend time؟ كيف قضيت وقتك؟ يبقى الوقت ده بيطلب منك انك حافظ الاستفهام، When؟ متى للوقت؟ Where؟ أين المكان؟ Who؟ مع من؟ How؟ كيف؟ يبقى هنا لازم تبقى عارف ده الاستفهام. ممكن يجي بطريقة تانية، A visit to the بيراميدز او فيزيت تو بيراميدز، يجي موضوع تاني، فوتبول، لايبرري، المكتبه، زو، بليس يو فيزيتد، مكان زرته. ممكن يجيب لك كلمه بس زي ما قلنا وتكتب عليها الجمل اللي انت عاوزها.
وممكن يجي لك اياس يقول لك ايه فوتبول از ا بوبولار سبورت، كره القدم لعبه شعبيه، اول بيبول لايك فوتبول، كل الناس بتحب كره القدم، ومن خلالها بتكتب الموضوع. انا حليت واحد اهوت ومثال، يعني افيزيت تو بيراميدز، اي افيزيت تو ذا بيراميدز، زياره الاهرامات مثال. لاست فرايداي الجمعه اللي فاتت اي ونت تو ذا بيراميدز، انا رحت الاهرامات. خلي بالكم الكلام كله في الماضي، اي ونت، ونت يعني ذهبت. اي ونت ويز ماي فريندز، انا رحت مع اصدقائي. وي ونت باي باص، احنا رحنا بالباص. وي ميت ميني تورستس، ميت اصلها ميت، ميت ميت ميت. وي ميت ميني تورستس. وي سبنت اصلها سبند، دي سبنت، احنا قضينا اهابي طيب وقت جميل. ات ان ريتيرند باك ان ذا ايفنينج، ورجعنا في المساء. وي هاد انجويد ويز ا لوت اوف ثينجز ذير، احنا استمتعنا بالاماكن واستمتعنا باشياء كتيره هناك. يبقى لاحظنا عشان نكتب باراجراف يبقى عندك حاصله من الكلمات، يبقى انت عارف يعني ايه بيراميدز، يعني ايه زو، يعني ايه بارك، يعني ايه لايبرري، يعني ايه بلاي جراوند. ومن حاصله الكلمات ديت يبقى تم كتابه الموضوع في زمن معين. يعني لاحظنا في هذا الباراجراف كتبنا كله في الماضي البسيط، I went went went، هنا returned met spent enjoyed، يبقى استخدمنا زمن الماضي البسيط في هذا الباراجراف. ممكن نغير الزمن نخليه مضارع بسيط، يبقى هنا مثلا did ماضي بسيط. افرض قالك football library zoo place، يبقى ممكن اخلي الموضوع في المضارع البسيط. يبقى اهم حاجه في الباراجراف اختيار الكلمات المناسبة، اتنين اختيار الزمن حتى ما يتم ما يحصلش اخطاء. لو انت كتبت الجمل صح تركز على الايه، مضارع بسيط، ماضي بسيط. طبعا معظم الباراجرافات او الباراجرافز بيتكتب في زمن المضارع البسيط او الماضي البسيط. وقلنا عرفنا اشكاله، اما كلمات، اما افكار، اما نظام سؤال وجواب، اما يديك كلمة وتكتب عليها موضوع. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وباذن الله يتم المشاركه عليه، وباذن الله من خلاله تعرفوا تكتبوا موضوع انشاء. See you soon with Mr. هشام. Good boy.